يروح قايل للوطن ما ينفعش يبقى جوزك، ده يروح يشوف في بلد تانية يعيش فيها، لأنه مش أمين على وطنه، هيبقى أمين على عيلته إزاي؟ أنا بقول لك يا مصري، يا اللي قاعد خايف من الحر يا مامي، يا اللي قاعد خايف من البر يا بابي، انزلي يا أختي، انزلي يا أخويا، شوفي اللجان، شوفي المطاعيم، في ناس مطحونة ونزلت وناس مش لاقية لقمة ونزلت، يا اللي قاعد في الضلة في التكييف، أوعى التكييف هيدور والله ما هيدور، لو مصر خربت ومشيت مش هتلاقيها تاني، لا هتلاقي تكييف ولا هتلاقي لقمة يا رب.